يلا يا شباب شباب شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. نعم. كل عام وأنتم بخير، وأعاد الله علينا وعليكم عيد الفطر وعيد الأضحى بالخير واليمن والبركات. كما عودناكم في كل عيد أن نقوم ببعض الألعاب وببعض الفقرات والألعاب النارية. اليوم لدينا فقرة جميلة وهاشتاج جديد وفعالية فريدة من نوعها، وهي فعالية يا أستاذ سامي. بدو يسكت شوي شوي. المقدم هذا ما عنده مادة كافية. ما عنده مادة كافية. يا شباب خلاص سكتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. أشكركم صراحة على انتباهكم وعلى تواجدكم وعلى حضوركم. أبارك للفريقين الفائزين في المسابقة الجماعية، وحظ أوفر للفريق اللي كلهم فائزون ما شاء الله. كلهم فائزون؟ نعم. بما أن فريق الإعلاميين تقدم بنقطتين في البداية، أن يصير النقاط متعادلة. النقاط متعادلة. اقتراحك هذا اكتبه في الهاشتاج وخليه يجيب عليه اكبر عدد ريتويت عشان تفرح. لا النقيب كان يقول امشي معانا هنا. النقيب كان يقول ارسل واتساب. ايوه ارسل واتساب. ابشر. هذا تويتر. طيب يا شباب اسمعوا يا شباب، تعال تعال كذا. احس انه هنا ما حقدر اشوف الجماعه اللي هناك، فهمت؟ الشرح مو شو اسمه ذا، ليش اقترح انا؟ طيب يا شباب ريثما تبدا المسابقه. المسابقه مع الاستاذ هاني مقبل. المسابقه الخطيره. الان عندنا بعض الفقرات وبعض القفشات السريعه، لكن تحتاج الى تفاعلكم. ونحتاج الى انتباهكم جميعا. سامي الجار الله يعني كل شويه يسترق النظر كذا بطريقه كذا ما اعرف، عجيبه. ضيعت البخاخ بتاعي وكمان عايز تتكلم. عبد الله فال قبل في الفقره بتاعت العصر ما خلتنا شارك زي الناس، كمان عايز تتكلم. سامي الجار الله يرحم امك خليني. طيب خلينا انا اوقف تاكسي ولا ايش اسوي؟ ما توقف تاكسي انت يا عبد الله فال. انا ما اقول للشباب انك مثال للشاب المسلم الشاب الناجح. عبد الله فال مثال للواقعية المنضبطة، الواقعية القيمية. ما شاء الله تبارك الله. تحية 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 عبد الله فال. لا 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 مو كذا. ما تبغى واقعية؟ تبغى واقعية. هذه واقعية منضبطة. طيب يا عبد الله فال، عبد الله فال يقول عنده مشاركة وعنده فقرة. يلا تفضل عبد الله. يلا بسرعة ترى والله ما في وقت. ايش الفقرة اللي قلت لك عليها؟ انت قلت عندك فقرة جاي معي ليه طيب؟ انت ناديتني؟ لا 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 شوف شوف تقول تتقول عليك كلام. والله يسخنوا لك حبة ترى. ما يسخنوا لي حاجة يا زول، يلا تفضل قول. ما عندي شيء. عندك دقيقتين الفقرة حقتك. إذا ما عندك عشان نجيب غيرك بسرعة. تبغى حجازي أبشر والله. يلا بسرعة يا عبد الله فهد. دقيقة ونص. أديم الصلاة. فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة، إلا الصلاة، إلا الصلاة على الحبيب محمد. يا لا عيني الله زاد محمدا تشريفا وتكريما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وحباه فضلا من لدنه عظيما. اللهم صل وسلم. واختاره في المرسلين إماما. ذا رأفة بالمؤمنين رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الآن يا شباب باقي 4 دقائق تبدأ المسابقة بتاعت حالي مقبل. في هذه 4 دقائق عاوزين نبعث التهاني والتبريكات للأستاذ إبراهيم النقيب بن مولود الجديد. نعم. بديع إبراهيم النقيب. وأول مشاركة جماعية هي بعنوان يا بديع الجمال. يا بديع الجمال فارس سيد تعال فضل. عمر السهري تعال.
مجدي مروان صالح مجدي مجدي مين يعني بديع الجمال يا شباب؟ تعال يا سلطان بربعك تعال تعال يا معاذ تعال تعال يا معاذ تعال معاذ تعال معاذ بن زكور تعال يا مقداد كيف بديع الجمال ده معك؟ الله معنا القرار تعال تعال يا عزرو تعال يلا شوف شوف ترى كلك ما حتقعد على المسرح تعال ارجع شويه يلا ها ارجع شويه ارجع شويه قص 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 قفل يا قفل يا عزرو يلا قفل واحد اثنين ثلاثة يا بديعة يا بديعة أسلم الراية إلى حبيبي وأستاذي يعني و... و... و...
واستاذنا جميعا ايش يبغى مني؟ الاستاذ هاني انا ابغاك والله ابغاك يا اخوان والله تفضل استلم الرايه هاني مقبل مني مو مخليني انزل والله من اول قاعد اوديها ايش الهرقه؟ يلا عبد الله فال يلا طيب خلاص سلمنا الرايه انتهى الوقت خلاص سلمنا الرايه انا مستغرب من الله يا اخوان جميعا واهلا في واحد قدم لنا دوره والحين ما ادري ايش صار فيه شكرا شباب فقرتنا اليوم فقره المثلث عباس المثلث ما ادري جلس اليوم ان شاء الله يا شباب اليوم طيب انا استريح لين يسكتوا الشباب عشان اعرف اتكلم ولا كلمه استغفر الله والله في فقره هذه خطيره خطيره خلي مقداد يقوم يجلس خلي مقداد يقوم ويجلس بس يا مقداد مقداد بالله يقوم ويجلس بس اخر مره يا هاني هاني خلي مقداد بس يقوم ويجلس بالله يلا مقداد قوم يلا اجلس شوف 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 يا واحد استنى 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 يا مقداد مقداد اصبر يلا اجلس اجلس خلي يخلص زي ما تحب الهواء تحب الهواء انت يا استاذ طيب تفضل يا مقداد اصبر يا مقداد لما اقول لك ها شكرا ناصر سيع على المشاركه طيب شكرا لك يلا الان الان خلي مقداد يجلس الان يا هاني تفضل يا مقداد تفضل اجلس يا مقداد استنى مقداد قاعد يطير المويه جنبه تفضل يا هاني شباب عندي تلفون عندي لا 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 داخل المعاذ بن زكور طيب حياكم الله يا شباب وإن شاء الله تكون وجبة جميلة واستمتعتوا فيها اليوم أنا استمتعت كثيرا بالمسابقة الجماعية صراحة وكانت منافسة جميلة بين الفرق الثلاثة ولا حتى احنا استمتعنا والجولة الأخيرة هي صراحة هي اللي قلبت الموازين لكن تستحقون أكثر من ذلك مبروك لحبيبنا أبو بديع إبراهيم النقيب وأسأل الله عز وجل أن يجعل عطاء صالحا أن يجعله بارا مباركا مبروكا وأن يقر به عيني والديه وأن يحفظ والدته ويقيمها بالسلامة إن شاء الله ويرفع عنها ويعلي درجاتها حبيبنا إبراهيم طبعا الأيام الماضية يمكن شفتوه كان قلق بهذا الشأن لكن الحمد لله الأمور زانت ورزقها الله بهذا الابن المبارك أحلى مولود جانا الله ربي عطانا أحلى مولود جانا الله ربي عطانا نور ظلم الدنيانا به نغني ونفرح أحلى مولود جانا الله ربي عطانا نور ظلم الدنيانا به نغني ونفرح هاي 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 خف الدم ودلالي زانت من عقبه حالي خف الدم ودلالي زانت من عقبه حالي المهم إلى آخره ومبارك أيضا أبارك لوالدة إبراهيم النقيب أم أحمد وأسأل الله عز وجل أن يكون مقدمه مقدم خير على الأسرة المباركة الكريمة طيب طيب اليوم عندنا المثلث يا شباب وتعرفون المثلث سيكون معنا ثلاثة إخوة مشاركين الأخ عمر السهلي يا سلام مبروك عمر السهلي من المملكة العربية السعودية الأخ المقداد من السودان والأخ عمران الأركاني من أركان المحررة بإذن الله ارجع ورا شوي
لا خليك خليك انت خليك خليك انت المقداد المقداد انه جزاه الله خير ماخذ مساحه. فكره المثلث عارفينه طبعا ما يحتاج اني اعيد شرحه، لكن اؤكد على نقطه، المثلث ليس فقط تحشير وليس فقط انه اضغط الاخ اللي في المثلث، لا، انا اريد ان اخرج اجمل ما لدي، اريد ان اعرف خفايا الاخ اللي موجود في المثلث، الخفايا التي تفيدنا، ليست الخفايا التي يعني تعيد له الجروح وتعيد له الالم، لا، نريد ان نعرف اجمل ما عنده باسئلتكم. وانتم يعني مكثتم مع بعضكم اكثر من 40 يوم وليله، فاكيد عندكم اشياء تريدوا ان تعرفوها او تريدون ان تعرفونها عن عمران وعن عمر وعن المقداد. فالله الله باسئلتكم الجميله. السؤال اتمنى ان يكون السؤال مفيد، مو شرط دسم، لكن مفيد لنا وللجمهور الكريم. الجمهور الكريم ايضا عبر هاشتاج، الجمهور الكريم عبر هاشتاج المجرة 42، صحيح؟ المجرة 42 تتولى الـ لا لا مو انت يا عباس، مو انت مو انت مو انت، ما تقول لي يا اخي تعال خذ حقك القشر. والله هو اللي كان عامل كل المشاكل. ابو عمر تستلم الهاشتاج، شوفوا الهاشتاج ابو عمر، شوف لنا كذا سؤال، محمد عباس سؤال، ابو عبد الرحمن ناصر سي عبد الله سؤال، شوف يعني كذا الهاشتاج. نريد ان نبدا باول سؤال، اول سؤال فارس رفع يده، فعشانك مشاغب ما راح اختارك، لكن ساختارك عشان يعني بيني وبينك فصفص، يعني ايش عيش وفصفص. قول يا فارس. حبذا ان يكون السؤال، حبذا ان يكون السؤال لشخص معين، لشخص معين. السؤال لعمر السهلي، تفضل. الله يستر عمر السهلي، الله يفتح عليك ويوفقك يا رب والجميع ان شاء الله. بس عمر، صفه في حياتك ككل تكرهها جدا وتحاول انك تغيرها في الناس، مو فيك انت، الصفة في الناس، وتكرهها جدا وتبغضها وتتمنى انها تتغير، تبغضها. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. امين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، انك تجعل الحزن اذا شئت سهلا. صراحة الصفات يعني ممكن سواء هي فيها ولا لا، اكبر صفة بس يعني صراحة ايش اقول يعني انها تزعجني، تزعجني كثير، هي التكبر. سواء التكبر بالعلم او التكبر بالمال او النفس، يعني انسان مثلا يكون عنده ما شاء الله تبارك الله علم طيب و يعني فهم وكذا، يجد او يشوف الناس ولا شيء، مع انه اللي قدامه ممكن يكون عالم يعني في 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 مجاله، يكون عنده علم وعنده فهم وعنده كذا، لكن ممكن ما يبين قدامه انه ترى يعني انا عندي هذه او هذا العلم وهذه الصفه. فيعني هي ممكن اكثر صفه تزعجني صراحه في اذا شفتها، طبعا اذا شفتها في الناس اكثر صفه تزعجني. ليش؟ لان يعني حتى لو كان انت عندك يعني لو عمر عنده علم وعنده فهم وعنده كذا، المفترض منه انه يتواضع، لان هذه يعني ميزه العلماء، العلماء دائما هم متواضعون، عنده علم ما شاء الله تبارك الله يعني علم الدنيا، لكن تجده متواضعا. وغالبا الانسان اللي يكون يعني الصفه الاخرى فيه هو يعني والله اعلم انه جاهل اكثر مما هو عالم. جزاك الله خير. شكرا يا عمر. و ريت الله يسعدك ان شاء الله جاوبتك، يعني يا ريت الإجابات أيضا تكون مقتضبة عشان ناخذ أكبر قدر من الشباب أيضا من هاشتاج جمهورنا الكريم. أخذت من هنا، خلينا ناخذ من الجهة. معاذ بن زاكور، سؤالي لحبيبي البشمهندس مقداد. أنا نحن نعلم يعني أن حبيبنا المقداد وسريع الغضب ويغضب كثيرا، وأنا أعلم أنه بقدر ما يغضب كثيرا والله هذا الشخص قلبه أبيض جدا أكثر من غضبه. فسؤالي هو،
ما هي الـ 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 يعني الـ الـ المراحل اللي تحاول بها انك تطفي الغضب ديالك وتحاول تعالجها فيك هي كسلبيه فيك؟ انا نقطه الضعف هذا حيث سيؤثر عليك سلبا في العمل، خاصه اكثر من المجرة اكثر في العمل، ما يمكنك ان تتفادى هذا المشكل؟ ما هي الخطوات التي ستاخذها في المستقبل كي تعالج هذا المشكل؟ شكرا اخونا الباشمهندس معاذ مزاكور من المغرب. بما انه السؤال اخذ منحى جاد فنخلي الجواب يكون بقدر من الجدية. في كل بني آدم في كل إنسان في صفة ما بتكون جميلة، وما في إنسان كامل طبعا. أي إنسان بيكون فيه إما تكون نقطة ضعف أو صفة، إما يكون هو يعرفها، يعرف إنه هذه الصفة غير جيدة فيه، أو ما يكون بيعرفها الناس يدلوه عليها. أنا عارف الحمد لله إنه أنا واحد من الناس عارف مشكلتي إني أنا إنسان بصل من الصفر إلى المية في ثواني معدودة جدا. بورش. لكن بقدر هذه السرعة من الغضب بقدر ما إنه أنا برضو سريع في الرجوع. واحدة من الأشياء اللي كانت هدف لي في المجرة إنه أحتك بناس أحاول أتعلم منهم، إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. فأنا كنت يعني أنا كنت شايف نفسي إنه أنا وصلت الآن مرحلة جيدة بالنسبة لي، لأنه أنا كمية من المشاكل وصلت في سواء كان في موقعي في حياتي الشخصية في أي شيء بتصل مشاكل بتكون بالنسبة لسؤالك اللي هو الغضب، فكانت جد مشكلة عندي. لكن بديت الحمد لله رب العالمين أعمل كنترول على نفسي. يمكن أنا شايف إنه في تقدم كبير جدا بالنسبة لي، لأنه أول لما تقارن نفسي بمقداد قبل سنتين أو ثلاثة سنة ومقداد الآن بحيث إنه الموضوع جدا في فرق، وإن شاء الله لحد مرحلة جاية أحس إنه أنا بقيت أهدى من السيد مروان ومن السيد عمران ومن السيد عزرق. جزاك الله خير يا شوار طيب معاذ على هذا السؤال. جزاك الله خير حبيب. يا مقداد يقول إنه وصل لمرحلة كنترول، إن شاء الله يصل إلى مرحلة كنترول ديليت. حبيب حلو نجع الفقرة أولك. طيب تفضل يا مروان. سؤالي هو لأخ عمر السهلي. عمر كان في فترة توقف عن التمثيل أتوقع حول 7 سنوات أو هالقدر، ما سبب التوقف عن التمثيل؟ هل الوقت ما يساعد أو العمل أو شيء زي كذا؟ أتمنى أنه يجاوب على السؤال. والله هي في البداية يعني كنت أول مسرحية لي تقريبا عام 1428 يعني كانت في جامعة أم القرى. لما تخرجت من الجامعة يعني كنت ممثل، بعدين أتعلمت الإخراج من أساتذة لنا يعني سواء الأستاذ محمد عياش ولا الأستاذ ماجد بن الأسود أو الأستاذ إبراهيم مهدي، في أكثر من واحد يعني في بمكة. بعدين اتجهنا للإخراج، يعني اتجهت للإخراج أكثر من التمثيل لسببين. السبب الأول أني يعني حبيت الإخراج أكثر، والسبب الثاني أنه الجامعة يعني ما كان التمثيل إلا موجود في الجامعة، يعني مكة فنيا فقيرة يعني ما فيها مهرجانات وكذا، فما نجد يعني مكان نمثل فيه إلا في الجامعة. كنا يعني مسرح الجامعة كان تقريبا عنده مسرحيتين أو 3 مسرحيات على يعني في السنة، هذه تعتبر شيء ممتاز جدا سواء كان في المركز الصيفي أو في الأنشطة. فلما تخرجت يعني ما كان عندي الخشبة اللي أقدر يعني أمثل فيها، فتوقفت عن التمثيل تقريبا 7 سنوات زي ما قلت 8 سنوات. فكانت هذه كلها فترات إخراج يعني إخراج مهرجانات في جامعة أم القرى. والحمد لله يعني أنا أقول فضل بعد الله للمجرة إنه صراحة يعني رجعت للمسرح، وحاول قدر المستطاع إني أرجع يعني إني يعني على قولهم الرياضة الموجودة أول في للمسرح تكون موجودة وحاضرة. حبيبي جميل. حبيبي العمر. الله يسلمك. سؤال لعمران، في أحد بيوجه سؤال لعمران؟ خلاص ما أقدر أتجاوز العمدة. الله يجزاكم خير. العمدة رافع يده بيجي خلع في كتفه من كثر ما هو رافع يده. تفضل يا أبو عبد المحسن. أشكرك أبو علي، وهذا شيء صراحة يعني
يعني ما هو مستغرب عليك، أنت إنسان فاهم واعي ومقدم ناجح، وهذا شيء يحسب لك أمانة. ضاع السؤال. عمران، مهارات اجتماعية اكتسبتها من خلال احتكاكك بالشباب في المجرة، خلال احتكاكك بالشباب في المجرة والشباب خلال 43 يوم، وش المهارات الاجتماعية اللي تحس انك اكتسبتها من خلال احتكاكك بالشباب؟ تفضل. سلام. بشكل سريع جدا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يمكن بس احدد شخص واحد ثم اتكلم بشكل عام. يعني انا اكثر شيء استفدت وقاعد اراقب بصمت صراحة ابو عمر، هذا الرجل يعني احسبه والله من الاذكياء، يعني رجل ما شاء الله مبدع صراحة في جوانب، رغم ما شاء الله الجسم الثقيل الا انه ما شاء الله مبدع ورياضي من الدرجة الاولى. ايضا صراحة صفاء النفوس، في تصفية في صفاء نفوس عند بعض الشباب صراحة شيء جدا كبير. الامر الاخر الكرم، شيخ ناصر الله يعطيك العافية، الكرم. إضافة إلى هذا الأخوة المضاعفة، يعني مش أخوة عادية، أحيانا تشوف شخص مريض تشوف الشباب كلهم يلتموا حوله، وفي شباب يتميزون بالعيادة والزيارة الدائمة. إضافة إلى التفقد، صفة التفقد صراحة صفة أنا يعني أجد عند البعض، يشوفك حزين يترك الجميع ثم يجي لين عندك ثم يسأل عن حالك، وفي صفات كثيرة جدا يعني. جميل. الله يعطيك العافية. ها مين؟ محمد تفضل. عزروف. عمران، هل فكرت يوما أو حلمت يوما أنه يمكن أن تكون رئيس مملكة أراكان وقائد؟ سؤال جميل. زياد خلي سؤال حلاته. رئيس ممكن، ولكن حقيقة أطمح إني يعني خلال العشر السنوات القادمة إني أكون يعني رمز بارز ضمن الرموز لقضية أركان. مؤثر في المكان هذا. الله يقدر. يعطيك العافية يا. أنا أتمنى اللي يطرح السؤال يطرح ويضع نقطة، يعني لو أجاب لا يشرح له السؤال. أنا كنت أقصد اطرح سؤالك جيدا حتى يجيب هو وفق جيدا. السؤال بالله إيش رأيكم أصلح أستاذ في فصل دراسي؟ فصل دراسي خليك نطالع في ورقتك. معاذ تو سأل واحد بجنبك، فصعب أن نخلي اثنين يسألون بعدين تمشون، لكن أخلي إبراهيم يقود. حبيب هارتي يا مقداد. ها قلبي. أبغى موقف محرج، أقوى موقف محرج مر عليك في حياتك. موقف محرج؟ محرج. محرج. يوم قاعدين عندنا ماشين نخطب لأخوي، فالخطوبة المغرب، نحن مشينا تغدينا، إحنا شباب تغدينا تفضل ولا يهمك يا أبو عمر تفضل. مشينا تغدينا، أكلنا حاجة لو محمد عباس في كان قلت اسمه باسمه بيسموها الكجيك. كجيك يعني. ايوه كجيك دي عباره اكله كده، اكله لما تاكلها المفروض ما تلاقي اي بني ادم غير تسلم عليه خلاص ترد تعتكف. ايوه لانه عباره عن راس ريصين سمك ملخبطه مع حاجه كده، الله لا وراكم ليه. المهم اكلتها والمصارين بقت تعمل مشاكل مع بعض عجيبه خلاص. المهم مشينا نحن للنازل بعد المغرب واحنا قاعدين، مشينا المغرب. المهم بعد ده قام في هاشتاج وصل ترند. لا النجمة ما هنا لسه، قاموا أو العروس قال يا اخواننا فكوا اقفل الشباك يمكن بس في الزبالة البرة ولا كده دخلت ريحة.
فالمشكلة ما هنا، المشكلة أنا بقيت متوهق عايز أقول لهم أنا ماشي الحمام وما قادر، فقمت عملت مشيت الحمام والحمد لله. لكن المشكلة وين؟ طلعت الموية قاطعة والحمام رسلت رسالة لأخوي العريس، قلت له يا حبيبنا كلم ناسك ديل قول لهم المويه قطعت وشنو ما تحرق قدام الناس، جيب لنا مويه جوا تصرف، جيب لي مويه جوا. فهو ما عرف يعمل حاجه طيب بعد شوية لقيت أخو العروس بيدق الباب، دق الباب قلت له خباب ده أخوي ما شاء الله، قال لي لا أنا معاك النزير. معاك النزير لقيت خدت لي خدت السطل بتاع مويه، الحمد لله المشكلة اتحلت يعني هو كانت ظريفة. طيب سؤال واحد لو سمحت. يعطيك العافية يا مقداد. مين؟ قول يا معاذ. طيب انا بحول السؤال لعمران. طيب انا بالخير. السؤال اللي ذا ولا غيره؟ يا عادي خذ راحتك. طيب هذا سؤال ثاني، يقول لك انت شو اسمه قدامك اثنين قاعدين يغرقون. قاعدين ايش؟ اثنين قاعدين يغرقون. يغرقون غلط. بدون قاعدين، اثنين يغرقون. مو بقاعدين صح؟ كيف قاعدين يغرقون؟ ابو حذيفه لا تخيل، نجح الفقره الله يحفظك. يلا قول. في اثنين كانوا يغرقون. طيب كانوا واحد ايوه انت تحبه حبا جما، والثاني هو اللي يحبك. تنقذ اكيد بالله، تنقذ من ولماذا؟ والله اللي تحبه واسحب هذا الغلط. لو سمحت اثنين يغرقون، واحد تحبه واحد يحبك، تنقذ من ولماذا؟ طبعا ما تقدر تنقذ الا واحد. طيب والله اشعر اللي احبه. هذا السؤال في جواهر الادب كتاب اللي احبه انا. اللي تحبه؟ ايه والثاني خليه يموت. والله سؤال 100 100. على فكره هو ما يحبك عادي ما عندك مشكله وتنقذه. اناني في الحب والله مشكله. طيب لماذا السبب؟ ما ذكر السبب. السبب يا عمران لانه يحبه. والله السبب اني الحب اللي في داخلي هو اللي انا على يقين به، حب الاخرين اللي انا ماني يعني ماني موقن به. سلام عليك. سلام عليك يا رايح. انا لو مكان عمران انقذ اي واحد منهم واخش البحر اسلي الثاني، واقعد انا وياه في البحر. اقول انقذ واحد منهم وانزل البحر اقعد مع الثاني اغرق معه، اتسلى انا وياه لين ما نغرق، لين ربك يحلها يعني. قال نفس الجواب، يقول انقذ الشخص اللي احبه. قلت له ترى يكره، قال لا اذا انقذته بيحبني هو. فجزاه الله خير، نجح الفقره. طيب ابو ربعه سلطان عمر ابو روي، شوفونا الهاشتاج يا شباب. ابو عمر اللي اعرفه انك المدير التنفيذي لمجموعه فريق نظره الاعلان. والله ماني سامع. فريق نظره شباب معاذ عزروب. لحظه يا شباب يا جماعه الخير اسمعونا بن زاكور اسمعنا يا اخي. اللي اعرفه يا ابو رويد انك المدير التنفيذي لمجموعه نظره الاعلاميه. ممتاز. فالسؤال، ايش اعددتم للمواهب الاعلاميه الصاعده، وهل سيكون لكم تعاون مع قناه المجد من شبكه المجد مستقبلا؟ اول شيء يعني بالنسبه للفريق هو فريق يعني اعلامي بدانا فيه تقريبا قبل سنه، يهتم بثلاثة امور: انتاج يوتيوبي، دورات تدريبيه، مهرجانات عامه. اقمنا مهرجان وتقريبا دورتين، والان بصدد يعني بعض البرامج اليوتيوبيه اللي حتنزل ان شاء الله قريبا. بالنسبه لسؤالك، احنا عندنا الان برنامج اسمه برنامج الرياده الاعلاميه،
تقريبا هو من 18 إلى 22 سنة يهتم بهذه الفئة. فالرياضة الإعلامية هو برنامج إعلامي موجه لفئة الشباب ويصنع إعلاميين رياديين. يعني عندنا تقريبا البرنامج لأربع مراحل، على أربع مراحل ستة أشهر حيكون، والحمد لله يعني وجدنا له دعم طيب. وتقريبا قبل أسبوعين تم تدشين هذا البرنامج لله الحمد لله منه. اللهم لك الحمد. وإن شاء الله فكرته إيش هي؟ فكرته عندنا 30 ريادي، 30 ريادي هذولي حنعطيهم دورات، سواء عن يعني دورات إعلامية، سواء كتابة سيناريو، طرح أفكار، يعني الإعلامية عامة، يعني إلى الإنتاج والنشر. يعني حتكون أربع مراحل، وحنختار الثلاثين هذولي حيكون لهم مقابلات شخصية كذلك، وحيتأهل في النهاية حيبقون خمسة أشخاص حننشر بإذن الله أعمالهم. أما قناة المجد يعني هي رائدة أصلا، يعني رائدة إعلامية هادفة، يمكن هي الوحيدة في الوطن العربي ممكن المتميزة تميز كبير. أنا أقول يعني ممكن المجد تستطيع أن تكون هي الأولى في الإعلام الهادف، تكون الأولى في الدراما الهادفة، إن كان والله يعني أتوقع أنه العاملين وإدارة هذه القناة المباركة قاعدين يشتغلون على هذه الأمور، وإن شاء الله بإذن الله إن كان في مجال أكيد. يعني إحنا الشرف لنا صراحة أنه نتعامل مع هذه القناة المباركة. حيال قناة المجد يا شباب. خلينا نشوف هاشتاق المجرة. كثير من اللي في الهاشتاق جزاهم الله خير يقولون نرجو الاختصار حتى تكفي الأسئلة لنا وللشباب. أيضا إجاباتكم أنتم ثلاث إجابات، 10 ثواني. الآن سأسأل أسئلة سريعة، وأرجو نبدأ بالاختصار من الآن كرما. يعني الأركاني عمر أو عمران عفوا، هل لك صلة أو قرابة بالقارئ عبد الولي الأركاني؟ نعم. ما شاء الله تبارك. طيب لكلكم الثلاثة، موقف مر عليك بحياتك بكيت من قوته؟ موت جدتي وحبوبتي بالسوداني اللي هي أم أبوي اللي تربيت معاه وهي اللي ربتني، الله يرحمها. كذلك موت أخوي وحبيبي يعني أحمد الزهراني الله يرحمه ويغفر له. صراحة يعني أنا كنت معاه، كنت في خارج المملكة، وسبحان الله يعني قبل وفاته بأسبوع رجعت السعودية لظرف طارئ. وفي نفس الأسبوع يوم تقريبا يعني أتذكر يوم الثلاثاء وأنا راجع من مسجدي دق عليه واحد من الشباب هناك معاه فأخبرني بوفاته. صراحة هو يعني الموقف اللي أثر فيني كثير. يعني صديقي عبد الله طلعنا البحر مع بعض، وكنت أنا رايح له، هو وصل واتصل بي قبل يمكن دقائق، لما وصلت الموقع توفى الله يرحمه. الله يجعله الجنة جميعا. سؤال لعمران، أنت عندك سؤال يقول أكثر واحد فقدته يوم طلع من المجرة؟ شهري. أفضل كتاب قرأته؟ أنت عمران. أنا؟ أفضل كتاب قرأته؟ لأنك الله. أه؟ لأنك الله. لأنك الله. مقداد، ماذا أعطتك قناة المجد؟ أعطتني تفتح الأفق والبحث عن المعرفة. جميل. السؤال لكم الثلاثة، كيف وجدتم جمهور المجد؟ أرقى جمهور تعاملت معه في حياتي. عمر. جمهور راقي متوازن. عجيب، جمهور عجيب. آخر سؤال في هالجولة، مقولة يؤمن فيها كل واحد منكم. أنا أؤمن أصنع صديقا لألف سنة ولا يكون ألف صديق لسنة واحدة. إن لم تزد على الدنيا شيئا فأنت زايد عليها الرافع. جميل. من لم يقد ويدس في خيشومه رهج الخميس فلن يقود خميسا. طيب بارك الله فيكم، جولة أخرى بعد ما نعود. جزاك الله خير. في شيء أبو عبد الرحمن ناصر؟ من الهاشتاج؟ عندك شيء مختار وأنت منتقي؟ أي هنا الآن سؤال لعمران، يقولوا طريقتك في حفظ القرآن. طريقتك في حفظ باختصار. القرآن باختصار شديد والله، التحفيظ يعني التحفيظ والتركيز والتكرار والمراجعة والمداومة. سؤال للجميع، معلم أثر فيك ومادة كنت تحبها؟ معلم أثر فيك ومادة؟ سؤال لمين؟ للجميع.
أستاذ محمد عبد الله الله يجزاه خير أستاذ الرياضيات، الموقف اللي أنا جيته قبل صلاة الفجر في امتحان الشهادة، جيته وتقيت عليه الباب الساعة يمكن 3:30، فتح الباب لما شافني قدامه أول حاجة احتضني وتذكر إنه كان دموعه جارية، قال لي ما جابك في الوقت ده إلا مشكلة، ودخلت قعدت معاه وتذكر وكان بيشرح لي من الوقت ده إلى الساعة 8 وقت الامتحان، فله التحية من هذا المكان الله يجزاه خير. الكل عمر أستاذ عمر اسمه درسنا في الابتدائي اسمه عبد الله البركاتي، كان يدرس مادة الرياضيات مع اني ما احب مادة الرياضيات، لكن كان اسلوبه شيق وجميل وكان يعاملنا صراحة كابناء. شيخين، الشيخ الاول الشيخ عمر الجمعة من نيجيريا، وهو مربي الان مدرس في دار الحديث الخيرية، ما استطيع ان انسى فضله في حياته. الشيخ الثاني اسمه الشيخ عبد الله معروف، هو احد ابرز قيادات الشعب الروهنجي ان لم يكن هو قائد الشعب يعني. جميل، يعطيكم العافية، وجميعا نرحب بالجمهور اللي انضموا الينا في قناة المجد العامة. أنتم تشاهدون برنامج المجرة الجزء الثاني والذي يعرض من إسطنبول، مجموعة من الشباب من 16 دولة يتنافسون خلال 3 أشهر بإذن الله تعالى. في شيء ناصر ولا؟ تمام. عبد الله فال، موقف محرج مر عليه ما تنسى. موقف محرج، رحنا مؤتمر في دولة غير السعودية، ونظام المؤتمر إنهم يأخذون، طبعا المؤتمر من تنظيم الرئاسة يعني رئاسة الدولة، فأخذونا بالسيارات الرئاسية إلى القصر الرئاسي، يعني صدفة إنه سيارتنا كانت أول سيارة، فأنا نزلت وكان في واحد بيستقبلنا، ما في واحد سلم أنا ما انتبهت له، ثم مشيت في واحد من الضباط جاء مسكني قال هذا رئيس الدولة، رئيس الدولة كيف ما سلمت عليه يعني، فرحت أسلم عليه من جديد يعني بنية رئيس الدولة جدا من حرجتي والله. هذه بروتوكولات ما شفته أبدا والله ما انتبهت له طبعا اللي شاهدونا الآن الآن الجليد يغطي المكان، درجة الحرارة البرودة دون الصفر، يو بس عشان يكونوا معانا في الجو يمكن يشوفونا لابسين شتوي وكذا، لكن أسأل الله عز وجل يعيننا ويعين أخواننا وأهلنا اللي ما يجدون ما يلتحفون فيه. أبو ياسر العمران الأركاني، السؤال ما شاء الله تبارك الله أنت كاتب ولك كتاب وعلى صدد إن شاء الله تكتب كتاب آخر، من اللي حفزك إنك تكتب الكتاب؟ ابتداء الشيخ عبد الله معروف مرة كتبت له قصة أيام الوسائط، رسالة الوسائط وأرسلت له، فجاني جزاه الله خير من البيت إلى الحارة واتصل بي ونزلت، وكان يشجعني دائما يعني يشجعني على كتابة هذه القصة وكان يتابعني دائما، فالله يرفع قدره يعني. هو تقريبا. يا سلام. نعم يا آدم جلسي خانوف من روسيا، ممكن سؤال للجميع؟ ممكن، أنت يجوز معك ما لا يجوز مع غيرك. إذا قدر الله لك أن تقدم هدية لأمك فماذا تقدم لها؟ إيش تعطي لها إذا يعني تستطيع تختار أي شيء في هذه الدنيا؟ جميل، برها الله لا هذا هذه إجابة دبلوماسية. والله ما دبلوماسية، أنت تقصد هدية حسية يعني محسوسة. محسوسة يعني. كل معلش السؤال طيب، أنا قدمت إجابة قد تكون فعلا نموذجية، لكن كل واحد أدرى إنه أمه إيش بتحب، في واحد أمه بتحب شيء معين، حد أمه بتحب إديها وردة أو كلام فقط، في أمه بتحب لا هدية، جيب لها ثوب، جيب لها ذهب، بتحب كل شيء، فأي واحد عارف قدره. أنا بتكلم عن أمي. طيب يا بس خليني أقول لك شيء، البر ليس هدية يا أخوان، البر هو واجب، واجب أن تقدمه لوالديك، ليس هدية وفيها منا لا، هو واجب عليك. لكن سؤال آدم واضح، هدية تقدمها لأمك. أبدأ؟ أيوة. ثلاثة أشياء، الشيء الأول أمي تحب الذهب، الشيء الثاني فواكه، الشيء الثالث شاهي رمان. ثالث إيش؟ شاهي رمان. شاهي رمان من تركيا دائما. جميل. والله يعني لو أهديت لأمي روحي
لا يعني يفي بحقها هذا يعني هذا الشيء يعني. جميل. أشياء كثيرة يعني ممكن الواحد يعني ممكن إذا هدية عينية ضروري أتوقع الذهب هو يعني أفضل شيء. جميل. أبو أنا أتوقع منزير. بناية 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 للمدرسة تحت الوالدة هتكون هدية جميلة. يا سلام. جميل. هدية جميلة. جميل. أسأل الله عز وجل محقق هذا هذا الأمر. يا محمد عباس بتعرف الكجك؟ كجيك. الكجيك؟ لا دي كلمات مقداد. هذول مقداد عايش مع حبوبته. أنا ما عايش مع حبوبتي. الله يرحمها توفيت يا أخي. الله يرحمها خلاص عايش معها. أنا عشت مع أمي زوري كباب. من مقاربات اللهجات يا أخوان. في السودان يسموا الجدة حبوبتي. حبوبتي. أو حبوبة. 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 عندنا في اليمن تحديدا في حضرموت يسموها حبابة. حبابة. حبابة اللي هي أيوة حبابتك اللي هي الجدة. في العراق حبوبة. جنوب العراق. جنوب العراق. بغداد فمادو. جميل. أنا سمية جدتي الحن. طيب. أقول عندك لك. عندك أنت سؤال يا ناصر؟ منك السؤال؟ مني ولا من الهاشتاج كله جاهز. السؤال إذا كان منك اسأل إذا كان من الهاشتاج لا. سأل الشباب ثم. مني. أحب. أقدر أسأل ثلاثة؟ طيب. عمران الغالي الحبيب من اللي حبب فيك هذه الهمة والعيش لقضايا الأمة والمطالعة واللغة خصوصا يعني ما شاء الله إيش اللي خلاك تتوجه هذا التوجه الجميل؟ يمكن الشيخين اللي ذكرتهم الشيخ عبد الله معروف والشيخ عمر الجمعة ثم الوالد واهتمامه بقضية الوالد الله يطول عمره الآن عمره تقريبا فوق 80 قولوا ما شاء الله. الله يطول. يعني إلى يومكم هذا وهو يقاتل ويجاهد من أجل القضية. فمن يوم اتولدت وأنا أشوفه هو عمر العسل المصفى سهلي الحربي. الحين لحظة. خلصنا أول. تسأل ثلاثة أسئلة لكل واحد سؤال. إيه كذا استأذنتك. لا ما عندنا هال. استأذنتك شيخ. لا. أنا اللي أعرف. لا أنا اللي أعرفه سؤال واحد للثلاثة جميعاً. آسف حبيب. لا لا وين أصرفها آسف إحنا في حمدور الحين وثلج الدنيا. أيام سرق. آسف. طيب. فارس انت اول واحد سأل. انا استأذنت فقلت لي خلاص. جزاك الله خير. انا على اساس انه للشباب جميعا. نعود لك مره اخرى ابو عبد الرحمن. تفضل يا زياد مزغني. اولا انا معلومه ذكرتها سابقا لكن اكررها ما دام مقداد اليوم موجود في المثلث. انا اول يوم مقداد دخل للمجره ووصل متاخرا حسبته مسؤول في القناه او احد من الكادر يعني المعدين مسؤول كبير شيء. لكن الحمد لله كل يوم يتقدم نتأكد من الوضعية الصحيحة مقداد أنه رجل طيب ما شاء الله ولا يستحق أن يكون حتى فنه فنان ومبدع ومنشد من طراز عالي وكذلك في المجالات أخرى. لكن السؤال مقداد مع هذه الإمكانيات الفنية اللي موجودة وهو مهندس مدني ألا يستحق الفن الذي يقدمه أن يتفرغ له أكثر من الهندسة المدنية؟ السؤال باختصار بما أنك مهندس مدني وتحب الفن ألا يستحق الفن أنك تتفرغ له بدل الكلام ده كله ده ملخص؟ والله العظيم يا أخي يا شباب اللي بيسأل لا يعطيني مقدمة صفحة ترى والله أفقع وجهه ترى معي كورة أنا خصيصا لهذا الأمر إلى متى الغفلة يا أخي؟ زياد كيف بالله يا عبد الله؟ كيف بالله؟ والله يا اخي لمتى؟ نفسي اتعلم منك الاسلوب هذا. لا ما تتعلم مني كل كجك وان شاء الله الامور طيب. تمام. تفضل يا مقداد. طيب الاجابه سريعه ومختصره جدا. فرق يا زياد ما بين تخصصك وما بين هوايتك. قد يكون انك انت الهوايه معاك حاجه بتحب تمارسها وتعملها فعلا لكن اساسا 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 توجهي انا شخصيا قبل ما اعرف انه انا بعرف انشد ولا ما بعرف انشد او بعرف صوتي جميل او لا توجهي كان الى الهندسه المدنيه. وفي معلومه ثانيه انه انا اصلا ما كنت ناوي على الهندسه المدنيه. الوالد الله يجزاه خير ويطول في عمره ويحفظه هو من وجهني لهذا التوجه بحكم انه هو مهندس زراعي. فالهندسه المدنيه هي المجال انا احب ان اعمل فيه وارغب وهذا الشيء ده الشيء انا الان بلقى فيه نفسي
اكثر جدا من الانشاد. اما الانشاد هي هوايه فقط. اذا طول السنه انا ما انشدت ما حضرها، لكن اذا طول السنه لم ادخل في معمعه الهندسه المدنيه بحس انه انا ناقص في حياتي. جميل. ايضا في كثير فيك يا محمد عباس. صح. في كثير من المشاهير يا اخوان، كثير من المشاهير عرفوا مثلا بالتاليف، لما ترجع لمهنتهم الأصلية تجد بعيد عن الأدب وعن التأليف وعن كل شيء، تجده في مجال طبي أو في مجال هندسي أو أسامة الصافي المنشد أسامة الشيخ المنجد تخصصه تقني، متخرج من جامعة الملك فهد البترول معادن، لكن ما شاء الله يعني أعتبره الداعية رقم واحد اللي استخدم وسائل التقنية لاستخدام الأمثل. معاذ بن زاكور سألت أنت. طيب. أنا قاعد أشوف ما في واحد يعني جديد. لا. في شيء في الهاشتاج يا أبو عمر؟ والله أنا عندي الجمهور اللي في الهاشتاج أهم من الشباب اللي موجودين. يا. عندي سؤال لعمران. إيش فيك أنت عباس؟ طيب ها. إيش فيك؟ والله أنت حطيتني في رأسك. بدون ما تحلف. إيش قايل لك اليوم؟ أنا إيش قايل لك اليوم؟ ها والله العظيم اللي قلت لك الاقتراح بعدين اعلمك اياه ان شاء الله اذكرك فيه. بس طيب سؤال لمقداد، يقول كلمه اثرت فيك من الجمهور. من الجمهور؟ ايوه. ده دمه ثقيل ما بحس. كويس انه دمنا واحد احنا ما فارق الموضوع. والله مقداد ما يفهم. كويس انه دمنا واحد. بالعكس ما في كلمه من الجمهور. الأثر بنوعيه يعني سلبياً أو إيجابياً؟ إيجابياً والله كلام كثير، لكن ما متذكر حاجة. كلام كثير يعني تكلموا كلام كثير جداً الجمهور جزاهم الله خير و إيجابي. كان طيب. إيجابي جداً. عمر آخر مرة نزلت دمعتك. نازل. تفضل يا أبو عمر. عمر آخر مرة نزلت دمعتك. والله صراحة خروج محمد الشهري يعني. طيب عمران، في بداية البرنامج يغلب عليه الحزن الكثير، هل بسبب وضع أركان نصرهم الله أو في أشياء أخرى؟ نعم. إيش نعم؟ أيوة يعني بسبب وضع أركان. طيب السؤال لكم ثلاثة، موقف أثر فيك وفي غيرك، كنت حاضر في موقف أثر فيك وفي غيرك. كنت يعني حضرت مثلا في الفصل مدرس صار موقف أثر فيك وفي الطلاب. أقول أشرح أنا؟ وظيفتي صارت شرح أنا أسئلة. إذا صعب أجيب أشوف سؤال غيره. عندك عمران؟ تفضل. كان في إحنا نعمل في مؤسسة إغاثية خيرية للقضية يعني. ثلاثة من البارزين جدا، الرئيس النائب كذا، سافروا لدولة لأجل الإغاثة. وتم القبض عليهم واتهموهم على انهم ارهابيين وكذا، وهم راحوا لاجل الاغاثه وظلوا تقريبا سنه كامله يعذبون في السجن. لا اله. فكان مؤثر جدا بالنسبه لنا، لان احنا نشتغل في بوتقه واحده وعادوا الحمد لله. الحمد لله. الباقي مقداد في الباص، وفي عندنا في السودان في المواصلات الماشيه واحد سرقوا جواله. واحد من الناس شاف الرجل اللي سرق الجوال اللي هو بيسمونه الشال، فأول ما ده تكلم قال تلفوني اتسرق. الرجل قال له لا تلفونك ما اتسرق، تلفونك وقع في الأرض وأنا بديك له بس أول ما ننزل، لأنه دخلته جوه في الشنطة وبديك له. فغطى على الرجل الحرامي مع أنه هو شافه وهو أخذ التهمة. فلما نزلوا الرجل كان بيبكي لحد ما وصلوا المحطة الأخيرة، فلما نزلوا اجتمعوا الثلاثة وطلع الحرامي الجوال للرجل وقال له يا أخي أنا اللي سرقت جوالك وعفى عنه. فكانت حركة جدا مستغربة أنا لحد يوم الليل، لأنه هو يوقع نفسه في الخطر عشان يحمي الرجل الثاني الحرامي. أنا لو كنت في محله كان كفت الحرامي انتهى الموضوع. جميل. عمر يعني ما في موقف محدد، لكن الموقف اللي دائما يأثر فيني إذا وجدت يعني امرأة تطلب يعني مال وكذا، خاصة يعني كان معها أطفال، وبعضهم يعني يصل لمرحلة يعني أنه يبحث في الزبالة على أساس يجد لقمة عيشه.
فهذا يعني هذا الموقف خاصة إذا كانت امرأة يعني، يعني ممكن الرجل الواحد ويقول إنه بإذن الله يعني بيدبر نفسه، لكن المرأة شوي صعبة خاصة إذا كان عندها أطفال عندها. جميل. مسأل سؤال أخير في الجولة دي، إذا في جولة ثالثة، صفة تزعجكم من جمهور المجد. أول شيء قلنا تعجبكم صفة، الآن تزعجكم هذه الصفة وترونها في جمهور المجد. دقيقين جدا. دقيقين جدا. دقيقين جدا. طيب عمر، هذا سر تميز جمهورنا إنه دقيق. يعني ما في شيء كثير، بس يعني إذا كان في نقد الجميل إنه يكون مقابله اقتراح. طيب عمران. نقد الشكل الظاهري. نقد الشكل الظاهري. من البعض يعني قلة. طيب. أكيد ليس الجميع يعني. جزاك الله خير أبو عمر. ها أبو عبد الرحمن. شخص تأثرت فيه بالمجرة وتحب يعني إذا جاك أمر تستشيره أو تسأله للجميع. شخص تأثرت به في المجرة هنا من ناس المجرة. أي هذا السؤال في المجرة للجميع. تفضل مقداد. أنا والله محمد الشمراني. الشمراني عمار. لا يا عمدة، لا يا عمدة، لا يا عمدة، لا يا عمدة بالله. يعني تأثرت فيه تحبه. لا يا عمدة، لا يا عمدة. يلا. أنا بالنسبة لي أنا صراحة أنا تأثرت من أكثر من شخص، يعني استفدت من ناس كثير سواء من المشرفين ولا يعني الشباب. صراحة أنا هدفي الأول إني أخرج يعني من كل واحد بصفة يتميز فيها. بالنسبة للاستشارة دائما يعني أخويا إبراهيم ياقوت وأخويا عبد الله فال دائما هم اللي في استشاراتي، ويعني إذا في شيء في المجرة هنا أو خارج أني أستشيرهم دائما وأخذ رأيهم في كل شيء. يرحمك الله. الله يصلح بالك. جزاك الله خير. أنا صراحة متأثر بأخلاق شخصين، فجر قوم يا شيخ نام فجر وعزروق، والشخصين اللي أستشيرهم وأتمنى أن أستشيرهم دائما عوزر والشمراني. حتى في الأمور الزوجية أقول ها في شيء ناصر؟ هل يمكن يجمعكم عمل الثلاثة؟ هل يمكن يجمعكم عمل مع بعض؟ يجمعهم عمل؟ والله يا رب يا رب. أنا غايته أتمنى جدا يعني إنه أكون مع عمر وعمران. عمر اشتغلت معه يمكن كم مرة، لكن عمران لسه، لكن إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله عز وجل إن شاء الله يعني نتشرف يعني يجمعكم عمل. تشرف. طيب في سؤال منك شخصيا أبو عمر؟ لا والله أعطي وقتي للهاشتاج أو الشباب. في سؤال من أحبابنا الفنيين. عبد الله الأقرع. هذا أنا بروح. أنا عندي سؤال بس. إيه بس خلنا نسمع من عبد الله الأقرع. السؤال مش عن عمران، إنه لو في شخص عنده شغف للقراءة بس ما بيقرأ، يعطي اسم كتاب أو إشي يخليه يقرأ على طول. يعني يبدأ في سؤال عبد الله. يقول عبد الله الأقرع عشان غير مسموع ما عنده مايك، يقول لو في أحد عنده شغف للقراءة لكنه ما يقرأ، فإيش الكتاب اللي يقترحه عليه عمران عشان يشجعه في القراءة ويبدأ يستمر في القراءة؟ في 10 ثواني بشكل سريع جدا تغريدة وعاشق، كتاب اسمه عاشق للشيخ عايض القرني المشوق إلى طلب العلم الشيخ علي العمران. لا تحزن كذلك لعايض القرني، استمتع بحياتك للشيخ محمد العريفي، قصص من الحياة للشيخ علي الطنطاوي. ربما يمكن هذه تفتح النفس يعني. جميل. مجال القراءة. عندك سؤال؟ أجيك أنا؟ هأتيك؟ أجيك؟ كجيك؟ كجيك كجيك كجيك. مجلة ماجد للأصدقاء. في أحد عنده سؤال يا أخوان؟ أحد من إبراهيم ما سألت ها؟ يا قول سألت.
فارس فجر ما سأل تفضل. عمران وش سؤالي عمران وش عمر عمران وش عمر شا عمران وش عمر يسكنون في يسكنان في مكة المكرمة، وطبعا في مواسم الحج والعمرة يتعاملون كثيرا بالمعتمرين والحجاج. من خلال معاملتكم مع المعتمرين والحجاج، ما الحكمة أو الفائدة الذي وجدتموها؟ السلام. سؤال جميل. أبدأ. أنا لي تقريبا 11 سنة أعمل في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، فحقيقة في كل سنة الملك يعني ملك خادم الحرمين الشريفين بتقوم من الكرسي أيه متحمس من الحماس والله ودي يستضيف من 57 دولة البارزين والوزراء السفراء المسلمين الجدد. فصراحة أشوف جامعة أضخم جامعة في مكة أشوفها في هذا البرنامج، وأبرز صفة يمكن أو حكمة أستفيد منها التنوع، تنوع الإسلام وسماحة الإسلام. جميل. السلام عليك عمر. يعني دائما يعني شباب مكة من الواجبات يعني عنده أنه يشتغل في الحج، هذا يعني شيء موجود صراحة في التنوع واحد. اثنين صراحة يعني أحوال الأمة الإسلامية تسمعها بتفاصيلها وتسمعها بحقائقها يعني، فهذا الشيء يستفيد منهم كثير. والشيء الثاني تستفيد من بعض الصفات، يعني بعض الشعوب عندها صفات معينة ممكن الواحد يستفيد منهم، وبعض العادات والتقاليد. جزاك الله خير. في شيء؟ طيب شبابنا احنا يلا دقيقة كذا، ناخذ دقيقة وبعدين نطلع نستمتع بالثلج برا ونوسع صدورنا مع الثلج شوي. في شيء؟ مين اللي ما سأل يا شباب؟ مين اللي ما سأل؟ بن زاكور ما سأل. مين اللي ما سأل؟ انت ما سأل؟ عباس. اي والله عباس انت ما سألت. تفضل يا محمد بن عباس، تسأل يا عباس ولا لا؟ لا والله سؤال طويل ما وقته. طويل؟ لا ما نبغى سؤال طويل. ها؟ مجدي ما بعد سؤال. قول يا مجدي. سؤال للثلاثة. طيب. معلومة عن كل واحد ما يعرفه عنه أي أحد. يا. يلا. إني أبو مجاهد. أبو مجاهد. ما شاء الله. حلو حلو. ما عليك. غيرنا مع بالاتفاق مع وزارة الداخلية. بالنسبة لي في معلومة غريبة يعني الوالدة يعني قالت لي عليها، ما كنت موجود طبعا في الدنيا أكيد يعني. أنا ما ولدت في 9 أشهر طبعا، ولدت في أكثر، كنت معرض. أنا كنت معرض يعني، سبحان الله الطفل إذا بيخرج يعني طبيا يكون راسه تحت انا كنت عكس، ما كنت كذا، كنت كذا يعني بعمليه كنت عكس. فزمان يعني ما كان، ممكن كان في بعض الطبيا ما كانوا يروحوا للاطباء وكذا، فجدتي الله يرحمها ويغفر لها كانت يعني تمرخ الوالده، الين الحمد لله ربي يسرها وخرجنا للدنيا تقريبا 11:30 تقريبا. 11:30 متأخر والله. تفضل يا عبد الله. في شيء ولا نطلع؟ هذه المعلومة يا شباب ما حد يعرفها عني تماما، حتى الناس اللي يعرفهم ها مقدار. تحضر رسول اسكت والله قوي. مقدار. شباب يا شباب ما خلصنا يا اخوان. مقدار. ما انه بس انه انا نجيت من الموت اكثر من 6 ولا 7 مرات، مره وقعت في بير، ومره رفسني حصان، ومره ضربتني كهرباء. خليه يكمل يا شباب. مرة وقعت في بير، مرة وأنا عمري شهرين
وقعت في سنة الباني وفتحت راسي، ووقعت في بير ورفسني حصان وضربتني عربية وضربتني كهرباء. وقعت من راس البيت. الحصان غار منك. وقعت من راس البيت. تبارك الله. مقداد. يعني تبارك الله، هذا يعتبر ما تو السلام. يعني هذه المصائب لو وزعت على أمة الا هلكت. الله يحفظك ويسعدك. طيب جزاكم الله خير يا شباب، واشترك بالسيتي الأثرية مع الشباب. مقداد من السودان، عمر من المملكة العربية السعودية. احنا نسأل عمر عن سير صمت أدب وجاه. شكرا للجمهور الكريم. خلينا ننتقل إلى الثلج يا شباب، إلى الثلج. طلع إلى الثلج في الخارج. برد يا جماعة، برد.